مساء الخير استاذ محمد، ازيك؟ ازي حضرتك؟ منور الدنيا، ربنا يخليك. الله يخليك. من 5 سنين كانت ذكرى وفاة 20 مشجع كروي مصري، ومش 20 مشجع للزمالك قبل مباراة الزمالك وإنبي. واجب علينا النهاردة الذكرى 5 ليهم النهاردة. وقبل التاريخ ده بكام سنة برضو ذكرى مشجعين النادي الأهلي 72 شهيد للنادي الأهلي. لازم نعزيهم ونعزي أهليهم في كل ذكرى ونعرفهم ان احنا منتظرينهم. لكن عشان ما يتكررش الحاجات دي وجب التنبيه، وضميرنا يقول لنا انه اللي قاله كابتن هاني سعيد بعد مباراه الاهلي وبيراميدز ده بينفخ في نار التعصب. ده وجب التنبيه، ولازم دي رساله تروح لاتحاد الكره، لانه ايه معناه انه يقول على النادي الاهلي ان هو كده كده معروفه النتيجه؟ ده ما ينفعش. ايه رايك يا كابتن شريف؟ اولا الف رحمه ونور على شهداء الرياضه عموما، نادي الزمالك ونادي الاهلي. عزائنا الوحيد ان هم في الجنه ان شاء الله. العالم كله في الرياضه بيحصل فيه احداث، ولكن يعني الشكل كان صعب علينا قوي، ونتمنى انها ما نشوفهاش تاني في اي حته في العالم مش في مصر بس. الف رحمه ونور على شهدائنا جميعا، شهداء الوطن، شهداء الجيش، صحيح. شهداء صحيح. الشرطه، شهداء صحيح. كل حاجه. صحيح. الشهيد ده حاجه بنتمناها لانفسنا. صحيح. قبل ما بنتمناها في اي حد في الفترات العصيبه اللي احنا بنمر بيها. كانت فتره عصيبه، لكن خلينا بقى نروح للكوره. الحمد لله ونصوت. يعني على كل شيء يعني. نبتدي نصوت منين؟ إيه؟ خلينا نروح من الاهلي وبيراميدز زي ما احنا. بالنسبه للاهلي وبيراميدز والاحداث اللي حصلت في هذا